المحيط رحب بهذه الفكرة أول ما ممكن استشرتوه أو عرضت عليه الخبر؟ هي القلوب لما تقرر ما يقدر يتدخل لا محيط ولا شيء ثاني. صح. بصراحة أم نور الوردة سهيلة سحرتني بأول ابتسامة شفتها لها في تونس. ما شاء الله. لما كنت أنا أدرس في ليبيا ونستلم مرتبي من تونس في واحدة من سفراتي، وقعت عيني على أروع عيون وأجمل ابتسامة بصراحة. الله يخليكم. ما شاء الله. جميل. جميل جدا. الله يحفظك. وانتي سهيلة اسمح لي تفضلي. كنت حابة برك رد فعلها على وش كنت تقول. تفضلي. أنا معلومة ما كنتش على بالي كامل باللي عراقي. شفتوا باللحية ما عرفت. ومن بعد بس اللحية حلوة كانت. شكله غريب. تعانق نفس أول نظرة. ما شاء الله. كان حب من أول نظرة. بعث لي سهم وغلب فليشة بعث لي. كيبيدو. ما شاء الله. ما شاء الله عليكم. الحمد لله. وبالنسبة للعائلة للمحيط سوري ممكن تقاطع الكلام. كانت مع عائلتها في تونس، وانا تدرين واحد لما يحب يخطب ولا يحب يبدي يحبب فيه نفسه هذا، فالحمد لله نجحت الخطه، نجحت كسبت رضا العائله ورضاها طبعا هي في البدايه، والحمد لله كنت سعيد جدا. كم عندكم سنه زواج؟ خلي هي تقول لي. 24 سنه. خلاص وليت الان تحكي لهجتنا عادي. عادي يعني انصهرت مع المجتمع الجزائري، عندي 23 سنه مقيم هنا. مقيم هنا بالجزائر. مقيم بالجزائر، وهذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى انه اختار لي ان اعيش مع شعب ابي وناس لطفاء وكرماء ما شعرنا بالغربه. شكرا. عندي بزاف اصدقاء. شرف لينا. يلا.